VFX Academy. عايزين نفهم ايه موضوع الورك سبيس كويس، وازاي اقدر اعمل ورك سبيس خاصة بيا انا لوحدي عشان اقدر اتحرك زي ما انا عايز واعمل اللي انا عايزه في البرنامج. ازاي الكلام ده؟ عندي الكلام ده كله من القائمة دي، بس يمكن انا شرحتها قبل كده في درس قبل كده، بس خليني بقى اخش فيها قوي عشان ما كنتش سايب حاجة. انا مش عايز اسيب حاجة خالص في الكورس ده. شوف بقى يا سيدي، عندك الاسنشال. الاسنشال انت عليه دلوقتي، هو عامل بالشكل زي ما انت شايف كده. هرسم انا شوية حاجات عشان بس تبقى باينة، وهبوظ شوية حاجات كده، يعني هشيل الكلر دي خالص، الكلر دي هفصلها كده واشيل ده، وهاجي الانفو دي هشيلها هطلعها بره واشيلها، ودي كمان ترانسفورم، والكومبوننت هشيلها، والموشن. يبقى انا عملت حاجات زي كده. تعال نروح للانيميتور، او تعال نروح مثلا للكلاسيك، انا بحب اشتغل على الكلاسيك. طيب دلوقتي لو رحت تاني بعد ما بوظت الدنيا في اسينشال هلاقيها هي هي. طيب في حاجة هنا، انت على اسينشال في حاجة اسمها ريسيت اسينشال. طب انا لو رحت على الكلاسيك بص هيظهر لي ريسيت كلاسيك. طب لو رحت على الانيميتور ريسيت انيميتور. يعني انت لو رحت في اي حتة وبدأت توضب او تظبط اي حاجة او تشيل او تعدل، فهو بيجيب لك اللي انت عليه، الريسيت اللي انت عليه. طب تعالى على الاسينشال، وانا مش عايز ابوظ حاجة واروح مرجعها تاني. اسينشال هنا رجعت تاني، دي حاجة. الحاجة التانية، انا عايز اكريت ورك سبيس باسمي انا. طيب انا عايز ده البروبرتي على الجنب هنا، تمام، وعندي عايز ده. بص بعمل ايه، بسحب كده بالشكل ده، انا عايز حاجة زي كده، وكمان عايز ده فوق اهو، ده مريحني. طيب اعمل ايه؟ هروح جاي نيو ورك سبيس، هسميه وليد مثلا، واقول له اوكي. يبقى ده اسمه وليد. طب لو رحت على الاسنشال رجعني، لو رحت على الانيميتور رجعني. طيب لو رحت على وليد اللي فوق جابني بنفس الايه اللي انا عملته. يبقى دي كانت الطريقة في التحكم في الكلام ده كله. في اخر حاجة هنا، في حاجة اسمها مانج ورك سبيس. عندي هنا كذا كذا يوزر، انا واخويا واختي وكذا وكذا، كل واحد ليه عنده ورك سبيس عاملها، فانا ببدا امانج بيها واقول رينيم. شايف هنا رينيم اي واحده فيهم، وديليت والكلام ده كله، وابدا اظبط اللي انا عايزه. سلام عليكم.